بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من منتدى مسك العالمي. هذا المنتدى الذي يلتقي فيه شباب على مستوى رفيع الابتكار، هنا يتحدث التقنية ونقل المعارف، مشاركين من 65 دولة. هنالك فعلا حقيقة قادة شباب على مستوى رفيع بمعنى الرفعة. للحديث حول بعض ما جاء في هذا المنتدى وما سيأتي يوم غد بإذن الله، كان الخيار أن نلتقي بالشباب، بالقادة الشباب، فبالتالي صوت الشباب هنا مرتفع تواؤما وتناغما مع رؤية المملكة 2030، تلك الرؤية الطموحة التي بإذن الله نراها تتحقق على أيدي هؤلاء الشباب، امتدادا لما قام به آباؤنا من قبل. بداية أرحب بضيفي الضيفين الكريمين باسل الثنيان وفهد البراك، مرحبا بكما. فرصة سعيدة ويعطيكم العافية على هذه المبادرة واللقاء. حياك الله. باسل أبدأ معك، يعني لك حضور هذا اليوم. الله نوعية حضورك. أول شيء أمسي عليك وأمسي على المشاهدين الكرام ويعطيكم العافية على هذه الفرصة للقائكم ولقاء المتابعين. معكم باسل بن أحمد الثنيان. أنا أعمل مع الإكسود، أنا أعمل كمدير المشاريع في شركة متخصصة بصناعة المحتوى المرئي. جميل. مين ميديا. أيضا أعمل كمسؤول للبرامج الشبابية والتطوع في المنظمة العربية الهلال الأحمر والصليب الأحمر. أيضا طالب في جامعة الملك سعود. ما شاء الله. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أول شيء سعيدين صراحة من إخباري أنها تكون مع الشباب على الأقل، يعني تستضيفون شوي الإيفنت يمكن موجه للشباب، فشيء ممتاز. اسمي فهد بن خالد البراك، أدرس التسويق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتوقيت الفعالية تحديدا يمكن ناسب لنا كطلاب أنه نحضر. بالإضافة لدراستي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أدير التواصل في نادي طلابي مسمى تيك بنش في جامعة البترول، وأيضا رئيس تحرير لموقع عالم آخر. ما شاء الله، يعني أنا سعيد بهذه المسميات، رئيس تحرير، مدير مشاريع، أسماء كنا يعني نتمنى أن نراها من قبل على الشباب الذين لم يبلغوا الشيبة بعد. باسل، مسك العالمي جاء ليحفز الشباب، ليستكشف ما لدى الشباب، ليسلم القيادة للشباب فعليا في تحقيق التنمية المرجوة. كل القطاعات يكاد أن يغطيها هذا الملتقى أو هذا المنتدى. دعني أسألك السؤال التقليدي ولكنه الهام حقيقة، ما الفائدة التي نظنها نحن الشباب إذا كنت معكم طبعا من وجود مثل هذا المنتدى الذي يلتقي فيه قادة شباب ويتناقلون المعارف فيما بينهم والتجارب والخبرات؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء، مؤسسة سمو الأمير محمد بن سلمان الخيرية مسك هي مؤسسة رائدة في الإعلام والتعليم والتقنية وغيرها، وتهتم بمجالات كثيرة بالأخص مجالات الشبابية. على مدى العديد من الأحداث هذه السنة من بداية تأسيس هذه المؤسسة، وجدنا أنه اهتمامها كبير جدا في الشباب، وجدنا أنه تعمل على تنمية الشباب وتعمل على إلهامهم وغيرها. الحدث هذا اللي هو حدث منتدى مسك الدولي أو العالمي، منتدى مسك العالمي، فعلا أنا أقدر أسميه أنه حدث السنة أو حدث سنة 2016 الأبرز، لأنه فعلا خلانا نتعرف على قادة في العالم متميزين، خلانا نبني معاهم تواصل في المملكة العربية السعودية. مين كان يتوقع أنه رؤساء شركات عالمية في شخص طلع على المسرح يدير 360 ألف شخص، رؤساء شركات عالمية يجون عندنا في السعودية ونقدر أنه إحنا كشباب نلتقي فيهم؟ هذه حاجة مبادرة جدا جميلة من مسك الخيرية. أنا صراحة أشكر كل المنظمين على هذا الإيفنت، وفعلا والله مو مجاملة، لكن مثل هذه الإيفنتات ترى ما تتصورون كيف أنه إحنا الشباب نشعر نشوة غير طبيعية لما إحنا نجي مثل هذه الإيفنتات. جميل. من ناحية كوميونيكيشن، من ناحية تواصل، من ناحية من كثير كثير نواحي. أيضا الفائدة المرجوة، وإن شاء الله أنه تحقق علينا كشباب وكوطن وكرؤية، رؤية 2030، ربي يوفق المملكة إن شاء الله في هذه الرؤية. جميل. فهد، أتكلم معك على المستوى الرفيع، عندما أنت متخصص في التسويق. هذا المنتدى عنصر أو ركيزة أو ركن من أركان التسويق للرؤية والحراك التنموي بشكل عام. بالفعل. مدى أهمية هذا المنتدى في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة؟ بالفعل، يمكن رؤية 2030 تتكلم عن فترة طويلة من الزمن، إن يمكن عندنا أكثر من 14 سنة تقريبا من حصول الرؤية،
فنحتاج منصات معينة تساعدنا في فهم الرؤية أكثر، تساعدنا في معرفة التوجه بشكل أكبر، ومنتدى مسك العالمي يمثل أحد المنصات هذه أو أحد المبادرات طبعاً شفناها من مؤسسة مسك. فوجود المنتدى اليوم، وجود المنصة هذه اللي تسمح للشباب بأنهم يتعرضون لأفكار من مجموعة من قادة العالم، شفنا أسماء كبيرة اليوم، يعني نتكلم كرئيس تنفيذي سيسكو جون شامبرز اليوم صراحة قدم عرض تقديم جدا ممتاز، كان متفاعل مع الحضور، سمع منهم، أعطانا رأيه بالسعودية وكان واقعي، يمكن هذه واحدة من الأشياء الممتازة شفناها اليوم. جميل. الحضور كان جدا واقعي، ما شفنا تصنع أو نوع من يعني الزيف أبدا، اللي شفناه كان قمة. يعني أنا عجبتني كان واقعيا هذه أو بالضبط. كان واقعي، لم أحضر الجلسة ولكن أكيد هنالك جملة أو جمل استخدمها حتى تبادر إلى ذلك بأنه كان واقعي بالفعل، كان يحاول أن دعنا نقول يشخص الحالة الحقيقية بالضبط. مثل بالضبط. ماذا؟ مثل يعني المشكلة يمكن بالعادة نسمع كلام كله إيجابي مثلا بدون تناول الموضوع بشكل كامل، مما يقلل أحيانا في المصداقية والثقة. اليوم شفنا جون شامبرز مثلا تكلم عن رؤية 2030 وقال أنها لها احتمالية النجاح ولها احتمالية أيضا العقبات والمشاكل اللي بتواجهها، فأشار لها الشيء وأشار لأهمية أنه نستشف المشاكل اللي ممكن تصير ونحاول نتجاوزها بشكل مباشر. ما فيه عملية في الحياة بشكل عام خالية من العقبات والمشاكل، لكن يمكن تناول نقطة أنه ما نوقف على المشاكل هذه كثير، نكتشفها مباشرة وننتقل عشان نحقق طموحات البلدنا. يعني جميل باسل، نشوفها بأحسن. يعني أحد أعمالكم في المحتوى الإعلامي، عندما نتحدث نحن عن مشروع كبير، مشروع الدولة 2030، فبالتالي يجب أن تسخر كل المؤسسات والأفراد والوزارات إلى آخره لتحقيق هذه الرؤية. القطاع الخاص ليس بمنع، إذا كان يريد أن يكبر يجب أن يوائم هذه الرؤية ويعزز لها. الإعلام عنصر مهم جدا في عملية الإقناع والتحول والتأثير، ما الذي تقدمونه؟ أنا ما ودي أكون معك وردي جدا وأعطيك أنه إحنا نقدم حاجات تضيف للرؤية، لكن إحنا كشباب كشركة شابة سعودية 100% أعتقد أنه هذا بحد ذاته ما هو استعطافا، لكن فعليا لما نشوف شركات شابة سعودية تعمل وتناهض أو أنها تنافس الشركات الكبرى العالمية، هذه حاجة أعتقد أنها تدعو الفخر. واحد، اثنين، أعتقد أنه الاهتمام أو العمل لازم يكون متبادل ما بيننا إحنا كشركات صغيرة متوسطة أيضا أو منشآت صغيرة متوسطة أيضا كحكومة وأيضا كمنشآت كبيرة وخاصة. إحنا كشباب سعوديين عندنا نعمل في قطاع خاص، أعتقد أنه من المفترض أنه الجهات الكبيرة تعمل على ما يسمى بالدعم، كيف دعم يدعمونا عن طريق مشاريع، عن طريق العمل مشاريع متعددة. إحنا مثلا كشركة دائما نبحث عن الرعايات، نحاول أنه نكون ندخل في رعايات مع مؤسسات كبيره مثل مسك او مركز الملك سلمان او حتى مع عملاء. لكن الا تظن يعني باسل انه هذا الشكل التقليدي للمؤسسات من قبل كل الشركات يعني او في مجال الاعلام والدعايه والاعلان والى اخره كانت تبحث دائما عن سبونسر او عن الرعايه وعن الدعم، لم تذهب الى الابتكاريه بشكل الحقيقي الذي يجعلها تخلق منتج جديد وبالتالي تسوق هذا المنتج؟ اي انا اعتقد انه من اهم الحاجات اللي ممكن نكونها اللي هو التخصص، موضوع التخصص. ليه يكون عندك شركة بتاع كله؟ كل حاجة ممكن تكون فيها. لا، خلوا عندك شركة متخصصة بالإنتاج المرئي، شركة ثانية متخصصة بالسوبر فوتوغرافي، شركة ثالثة موشن جرافيكس، شركة رابعة متخصصة بس بخدمات العلاقات العامة والبي آر. فلما يكون عندك شركات متخصصة أعتقد أنه تكبر السوق، تخلق شراكات استراتيجية ما بين الشركات. لكن كلمة شركات عفواً يعني كلمة شركات بمفهومها بالدور الذي تقوم عليه وزارة التجارة بتسهيل تأسيس الشركات، الموضوع ليس بالسهل. عندما تتحدث عن مشاريع متوسطة وصغيرة، نحن نتكلم عن محدودي الدخل، عن أصحاب المبادرات الذين يريدون أن يصبح لهم شأن، ترى مسألة تأسيس شركة إلى الآن مو بسهل عليهم. لا، شوف في نقطتين، تأسيس شركة سهل، اسهل ما يمكن انك تاسس شركه. لا مو بصحيح. لا انا بعطيك رايي. طيب انا بعطيك رايي، تاسيس شركه تحتاج في البدايه انك تقوم بتاسيس هذه الشركه من وزاره التجاره. أنا أعطيك رأيي. ومن ثم هنالك بعض الممارسات انتهاء بفتح الحسابات للشركه والى اخره وقوائمه الماليه وهذه يمكن يعني هذا المساله مو طيب سهلة. لا انت هذا رايك الشخصي. انا بعطيك رايي وخذه وخله. رايي ان تاسيس شركه جدا سهل،
ابسط ما يكون انك تاسس شركه. حلو. تفتح سجل تجاري ب 60 ثانيه. حلو. حلو. 60 ثانيه بالضبط وتفتح سجل تجاري. ايوه ترى الشركه مو بسجل تجاري. ايه. الشركه كيان كامل. خليني بكمل، خليني اكمل الفكره. التاسيس جدا سهل. أيه. لكن صعب والاستمراريه. هذا هو الصعب. اما التاسيس كلنا نقدر ناسس. لا عفوا، في نقطه مهمه. عفوا باسل، يعني انا اقصد عندما نتحدث عن شركه ليس تلك الورقة الخضراء التي تستطيع أن تطبعها مباشرة ومكتوب فيها شركة كذا والمالك كذا. الشركة مؤسسة كيان، لها هياكل، لها استراتيجيات، لها رؤى. فبالتالي قضية أنه تأسيس شركة ونسهل هذا الموضوع بهذه الطريقة، نحن لا نساعد حقيقة. يعني كيف يعني نحن نحفز ولكن لا نساعد، نتمنى أن نحفز ولكن في المسار الصحيح بالتخصص الذي من ناحية الشركات. من ناحية الشركات يمكن في تك بنش لنا تجربة حالية مع إحدى الشركات. إحنا مشروع طلابي نهدف لزيادة الوعي في كل ما يخص تقنية المعلومات. ترى شباب لو كنت شياب ما تكلمت معكم بهذه الطريقة. لا لا أبدا، أنا جدا مستمتع، أنا جدا مستمتع بالحوار معكم. بالعكس يشرفنا. ففي تك بنش لنا تجربة زي ما قلت، هدفنا رفع الوعي في كل ما يخص تقنية المعلومات. ننظم فعاليات معينة، محاضرات، ورش عمل، تساعد طلاب الجامعة ومجتمع المنطقة الشرقية في أنهم يزيدون من خبرتهم ومعرفتهم في كل ما يخص تقنية المعلومات. لنا تجربة حاليا مع شركة صحارى نت، اشتغلنا سوينا فعالية مسمى هاكاثون السنة اللي راحت، نسختين سوينا، الفصل الأول والفصل الثاني، والآن هاكاثون النسخة الثالثة منه. صحارى نت تكلمونا بنفسهم وأبدوا لنا رغبتهم في رعاية الفعالية. المسابقة هاكاثون عبارة عن مسابقة برمجة، مسابقة اختراق إلى حد ما. فهنا يمكن الشراكة بين الشركات القطاع الخاص والمشاريع الطلابية والناشئة وتبادل الخبرات اللي شفناه، يعني كان في مثلا مشاكل تقنية واجهناها خلال الهاكاثون ساعدونا فيها صحارى نت. فتبادل الخبرات هذا هو اللي يصنعنا كشباب. جميل. وهو اللي يساعدنا في صقل مهاراتنا يمكن، وحتى مو من ناحية التقنية فقط، يمكن تعاملنا مع الشركة وحنا ما زلنا طلاب يأهلنا لسوق العمل بعد ما نتخرج بإذن الله. جميل. فيمكن الشركات الكبيرة عليها دور مسؤولية اجتماعية نتكلم. نعم. لا يكون محصور بمجرد أكياس عليها الشعار الشركة تتوزع وتتصور. خلنا نشوف محاولات جادة من الشركات الكبيرة إنها تحاول يعني بمجال تخصصها تحاول توصل للشباب وتقدر تخدم بمجال تخصصها، وهذا شيء أسهل عليهم حتى. جميل. من محاولات ثانية. جميل. دعونا نتحدث في الابتكار، وخاصة أنه مجالكم الاثنين بعيد عن الهاردوير أو عن الماشين عن الآلات، فبالتالي نحن نتحدث عن نظم، عن استراتيجيات. ما الذي ممكن أن يتطور في التسويق؟ البعض يعتقد بأنه التسويق منهج تدرسه خلال 4 سنوات تخرج وتطبقه. العكس تماما. حلو. يعني التسويق يمكن أحد العلوم اللي من الصعب جدا وصلها بهذا الشكل، والتسويق احد المجالات اللي كثير من عظماء المسوقين، نتكلم ستيف جوبز، نتكلم مجموعه كبيره من الاسماء ما تخصصت في التسويق، لكنها هي مهاره، ما هي بالضروره اقول موهبه يعني تجي من الله، لكنها ممكن تتطور عند الانسان بحس معين. فالتسويق تحديدا يمكن ما واحد من المهارات اللي ممكن الشخص يطورها بنفسه عبر الاطلاع، عبر القراءه، عبر التعلم من الاخطاء، وهذا نقطه مهمه ترى لو نتكلم عن الشباب والرؤيه والموضوع هذا. التعلم من الاخطاء احد الاشياء اللي نحتاج نحتضن هالفكره في مجتمعنا. احنا نخاف نغلط، نحتاج يعني نتعلم من الاخطاء وبتتعلم التسويق. اضيف الكلام فهد، الناس دائما تعتقد ان التسويق مجرد موهبه. لما تكون انت عندك لسان جيد وتقدر تتكلم انت مسوق كويس. انا اعتقد انه لا، التسويق يحتاج دراسه مش بسيط، وعمل التسويق عمل صعب جدا. لكن اللي ممكن يكون مهاره او موهبه اللي هو موضوع البيع، سيلز. السيلز ممكن الواحد يتعلمها اذا كان اسلوبه كويس، يعرف يتكلم، يعرف يصيغ الكلام صح، صح، يعرف يقنع الشخص اللي امامه. هذه واحده من اجزاء التسويق الكبير جدا. فالتسويق مش بالبساطه اللي الناس ترى تتكلم عليه. وانه طيب تتوقع باسل انه التسويق الذي نريد اللي هو المهارات التي نحتاجها تستحق اني ابذل 4 سنوات من عمري ادرسها؟ الا ابذل 8 سنوات بعد، التسويق حاجه جدا الان عظيمة. الان فهد بالعكس. يقول هنالك اشخاص لم يدرسوا التسويق ولكنهم ولكن المناهج اصبحت تؤخذ منهم. حلو معك، لكن الدراسه حاجه. حلو. كثير من الناس الان، كثير من مدراء الشركات قبل، خليني بسالك بشكل اخر. ما تتوقع الدراسه قاعد تعطل من المسيره؟ لا بالعكس، انا ضدك تماما. ليش ليش انا ضدك؟ لان الان لو تشوف كثير من مدراء الشركات وكثير من الوزراء الان في المملكه تلقاه مهندس ولا تلقاه طبيب، طب الرجل ما درس اداره،
لكن الخبرات اللي انت تضرب مثل، انت تضرب مثل وزراء هؤلاء لهم صفه رسميه يتم اختيارهم بشكل رسمي. احنا خلينا نكون واقعيين. لا انت تخليني اكمل. لا 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 معلش انت ما تخليني، انت تخليني اكمل النقطه اللي سبقها. ترى الوزراء اللي تم اعفائهم اكثر من الموجودين. ما اقول شيء انا، انت تعطيني الفرصه اني اكمل كلامي بعدين نرد عليك. تفضل. انا اقول لك الان لو تكلمنا مثلا على الوزراء، كثير منهم ما درس اداره مع انه عمله تلقى اداري حلو، او كوزير الصحه الان الدكتور توفيق الربيعه ما درس طب لكن عملها اداري حلو. انت تدري انه توفيق نجح في وزاره الصحه ولا لا؟ انا لو بكمل حسي بس تخليني اكمل كلامي بس تفضل يلا. فلو نلقى نجد كثير من الوزراء ما درسوا الاداره لكنه مع تراكم الخبرات والعمل المؤسسي والحكومي تجده فهم الصنعه هذه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، لما انا اعمل في التسويق 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات، هل بكون مثل الطالب الخريج وانا لوني ما درست سنه ثانويه؟ لا طبعا. تتغير العلوم. في نقطه هنا، العلوم تتغير ترى. 10 سنوات تخلصها زي اللي يدرس برمجه، زي اللي يدرس برمجه على الفيز والبيسكول في الدراسه برضه، وبعد ما يتخرج تطور. جميل. بس يمكن انا الان انا ادرس تسويق تمام. طيب. التسويق ما لما مو لما دخلت الجامعه مباشره درست التسويق، في مواد تاسيسيه تعتبر في البزنس سكول في اي مدرسه بيسك عاده بيسك. بس يعني خليني اقول لك وش ادرس. أي. ادرس اقتصاد، ادرس محاسبه. المواد التاسيسيه هذه تساعدني في اني يكون عندي وعي اكبر حتى لما اتخذ قرارات تسويقيه لاحقا. فالدراسه الجامعيه يمكن ما هي محصوره بس في التخصص بمعناه المحدود. نعم. بينما هي يمكن اول سنتين في اي تخصص جامعي تكون تاسيسيه، تعطي مهارات مفروض تكون عند اي شخص يعني بنصب معين تستطيع ان تكسبها من خلال الممارسه. بالضبط. لا 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 دقيقه، في اشياء اكيد ممكن تكسبها من خلال الممارسه، لكن نتكلم عن يعني كل بساطه فهد، كل بساطه. ايه. انا بقاطع معليش. ايه. كل بساطه الدراسه تسهل لك الوصول. دقيقة. الدراسة أحيانا فقط. الدراسة أحيانا نتكلم عن عملية أكاديمية. الراجل مع خامس ابتدائي. دقيقة. العملية الأكاديمية مصممة بشكل معين أحيانا يساعد الشخص في إنه يأخذ المهارات بشكل يأسسه، لكن ما هذا ما يعني إنك ممكن غير ممكن تنجح من دور الدراسة. زي ما قلت ستيف جوبز في البداية ما درس، بيل جيتس اللي أعطانا اليوم فيديو شاركنا فيه في بداية الملتقى ما تخرج من الجامعة. هذا الذي يعني هذا الذي أقصده. لكن لا نحصر، لا نحصر الابتكار والتطوير في شهادة علمية. بس هذه مهمة مرة، لأن دائم نقول مو مهمة الدراسة ونوقف. لا ما قلت أنا مو مهمة. لا 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 أقول لك أنا أقولها. أنا قلت 4 سنوات دراسة تسويق كثير. مضيعة وقت. دقيقة. لا لا. قلت كثير. الخلل يمكن الان هنالك دوره اداره المشاريع بي ام بي تاخذها في اسبوعين. يعطيك اهم في خلل الأشياء في خلل. ان نفترض ان الشخص مفروض يكون يدرس طول الوقت ويكون محدود بهالشيء. انا الان وقتي في اليوم مقسم ما بين عملي في تك بنش وعملي في عالم ابل ودراستي. جميل. فوجود فهد كم عمرك فهد؟ انا عمري 22 سنه. فهد عمره 22 سنه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يدرس ويشتغل ويعمل في اكثر من شغله. حلو. ايش اللي تقدم لك الدراسه او تقدم لك جو اكاديمي؟ الجو الاكاديمي هذا ما تقدر تجده في اي مكان. بكل بساطه ما اقول لك انه دراسه اساس واللي ما درس هذا راح يكون فاشل. لا، اللي ممكن واحد ما درس يكون انجح من اللي درس، بس اللي درس يسهل يسرع عمليه النجاح. انتوا ليش تتوقعون اني انا ضد الدراسه؟ لا 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 هذا الواقع كلامك. بس شوف عبد الله بقول لك في شيء يسمونه في شيء خلاص خلينا نوضح الصوره. شوفوا دوره تدريبيه. انا اتحدث الان عن تحول. ايه. وانا اتحدث عن تسارع في الخطى. حلو. وانا اتحدث عن سباق للساعه. تمام. والموارد البشريه الرائعين موجودين. المملكه العربيه السعوديه اكثر دوله فيها شباب. جميل. تمام. ولكن النظم الاخرى التي من المفترض ان تتمم هذا الانتاج ما زالت على عقليه القديم. كل بساطه من ضمنها مؤسسات التعليم. بقول لك كل بساطه. اي بقول لك شغله. حلو. في شغله مهمه عندنا فهم الجامعات. ترى مو بزعل عليك. اه لا مو بزعل. انا اتحمس الكلام. تشوفون بودكاستك بنش. بقول لك شغله. الجامعات عندنا الجامعات اصلا مؤسسات تغيير، مؤسسات ما هي مؤسسات تعليم تلقين. مفروض انا اتكلم عن الاساس الجامعه، مفروض تكون مكان الشخص نفسه يكتشف نفسه فيه. يا سلام. وهي الان لا عندنا في السعوديه. انا لي تجربه بقول لك شيء، يمكن تكلمنا في البدايه وقت ضايع وكذا. انا درست 2.5 سنين علوم حاسب قبل ما اتخصص التسويق بامريكا في جامعه على مستواها، وطلعت منها بخياري لاني ما وجدت نفسي في المجال هذاك، والان الحمد لله يعني برتاح في المجال الجديد. فكسافه الوقت اللي ضاع بالعكس يعني تجارب تراكمت. لكن النقطه
انه الجامعه يمكن تجربتي حتى اللي شفتها في امريكا، الجامعه تعطيك مفاتيح، تعطيك سبل معينه انك تكتشف نفسك، تعرفه من اللي بتساعد تشتغل فيه، هي تفتح لك ابواب. فالكلام الجامعه مو مفروض تحس يعني. مو مفروض مكان تحس انك بتحط فيه اربع سنين خلاص لحالها، لا، هذا مكان بيفتح لي ابواب، اربع سنين بيفتح لي ابواب تساعدني في اني اكتشف نفسي اكثر، اتعرف على ناس اكثر، ابني مهارات وعلاقات واي الى ما الى ذلك. نقطه برضو اضيفها، وهذا نقص عندنا يعني. نقطه برضو اضيفها، انا في اعتقادي ورايي الشخصي انه جامعاتنا في السعوديه خصوصا الجامعات الكبرى، اذا نتكلم عن البترول جامعه الملك سعود، جامعه الملك عبد العزيز، جامعات شبه متكامله. الملك عبد الله، الملك عبد الله طبعا هاي ليفل ما شاء الله تبارك الله، هذه ما تصنف على الجامعه لا يعني، لا لانه هي فعليا من تبع وزاره التعليم. الجامعات هذه في اعتقادي انه شبه متكامله، ينقصها يعني حاجه رئيسيه، وانا ما ترى اقول هذا رايي ما هو حقيقه، ولازم الناس تركز انه هذا رايي. الان بكمل النقطه، بس بخليك تكمل النقطه، والله ولكن الله يهديك شوف، بخليك تكمل النقطه ولكن خليني اعزز لك. حلو، المنتدى هذا موجود مو عشان اقول رايي، علشان تفرض رايك اذا كان رايك صحيح. جميل، يلا يعني نحن الان في مرحله يجب ان ندرك هذا الشيء، هذا الوطن للجميع. انا غير متخصص، والله أنا غير متخصص، وافقوا برايي وافقوا انا دقيقه يجب ان تقوله ويجب ان يسمعه المسؤول، تفضل اعطي رايك. اي انا بعطيه، بقول لك اني غير متخصص، لكن بشكل سريع جامعاتنا شبه متكامله وجيده. حلو، وعندك جامعه الملك سعود هي الاولى على مستوى العالم العربي. حلو، جامعه البترول في الهندسه الاولى على مستوى العالم العربي. جميل، الجامعات جيده لكن ينقصها الممارسة، يحتاج ممارس. أنا لا اشتغلت اليوم على هالجوال وركبت فيه، أبغى أروح أركب، أبغى أروح أشتغل محل، مو بسمر ترينينج كذا شهور. صلى الله عليه وسلم دور الجامعة ولا دور صلى الله وسلم؟ لا، دوري ودور الجامعة كلنا. الجامعة قاعد تعطيك برامج تدريبية، أنا والجامعة لازم أشتغل، بيخلوني يقول لي أنت بدل ما سمر ترينينج ثلاث شهور راح أشتغل بشركة، والشركة توقع لي بكل بساطة بسهولة وتوكل على الله، وكثير من الشركات تسويها. لا والله، أفرض علي إني أشتغل بشركات كبرى، شركات البلد الكبيرة، سابك، أرامكو، معادن وغيرها. حلو، مو قابلينك، عندهم كفاية. تفرض في نقطة قالها، في نقطة قالها أنت كمدير مدير مشاريع. أبد، أنا أفرض علي متخصصك يا باسل أنك مدير مشاريع، مدير المشاريع لا يقبل الفرض، عنده خطة يمشي عليها. أنا لا جاني، لا جاني فرض خارجية، لا جاني فرض من وزارة التعليم، من الحكومة، قالوا يا جماعة الخير شغلوا الرجال هذا، وما أقول لك شغلوه بدون راتب، دربوه بدون راتب، يدربوه. طيب، برامج التدريب موجودة ترى، يمكن موجودة يمكن على على ليفل جدا قليل. حلو، تفضل، هذا رأيي. في نقطة قالها باسل، في نقطة بتكلم عنها. أول شيء تكلم باسل، أول جامعة في العالم العربي، هذه عندنا متلازمة أول وثاني جامعة، أقوى شيء، أقوى شيء وجامعة، وهذه بالفعل كانت فضيحة لجامعاتنا، المفروض ما نستخسر شيء. لا، هذه إحصائية. لا، دقيقة، حسب هذه إحصائية. بقول لك خلني أكمل، انتظرتك. بقول لك نقطة، جامعاتنا هذه أول وأقوى ورجعتنا ورا. بقول لا، بقول لك ليش رجعتنا ورا؟ جامعاتنا للأسف مجموعة من جامعاتنا، وهذا مثبت في مجلات نيتشر، مجلات لها احترامها العالمي، أوكي؟ اتخذت سبل انا ما اقول غير قانونيه، لكنها تعتبر غير اخلاقيه في المهنه الاكاديميه، انك يعني تسعى للحصول مجرد على اشارات للجامعه عشان ترفع ترتيبك. هذا اللي سوت جامعاتنا، جامعاتنا ما حسنت ترتيبها عبر انها حسنت مستوى طلابها، ولا حسنت برامجها التعليميه وتحسن منتج طلابها. جامعاتنا حسنت ناتجها عبر صرف، يعني ما ابغى، ما عندي المبلغ بالضبط، لكنها اكيد الاف مؤلفه من ريالات على مئات الملايين، مئات الملايين، يلا على عبد الله مو بعلي، مئات الملايين على سايتيشنز يسمونها، على اشارات مرجعيه صارت على بحوث علميه رفعت الترتيب. هذا اللي صار فعليا، يمكن جامعه الملك عبد العزيز اكثر واحده سوته. هذا شيء ياخذنا الوضع، هذا شيء ياخذنا الوضع، ولازم نشوف وقت جاده من وزاره التعليم، وزير التعليم، انه نشوف اول شيء اكنولجمنت هذا الشيء صار ولازم نوقفه وهذا كان خطا، والشيء الثاني انه نشوف دعم توجهات ثانيه يا اخي من الجامعات. عندنا جامعة اسمع الصوت الان في عند طيب الشباب. انا شخصيا ما علي من اشارات مرجعيه او غيرها، بس برجع لك تكمل كلامك. اوكي، كويس. انا رايي بكل بساطه انه الجامعات عندنا حسب دراستي، انا رجال ادرس بالجامعه، حلو، طيب، كائن فضائي مثل غيري قاعد ادرس بالجامعه، اشوف انه في مستوى عالي، والعمل الان على مستوى عالي، ان جيت من ناحيه تاسيسيه، لغه انجليزيه، حاسب الي، والله اللي اشوفه شيء جميل. يمكن انا ما طلعت برا وشفت اللي احسن واعتبر انه هذا جدا ممتاز، ممكن نقص في الرأي. اجل اطلع برا. لا لا دقيقه، اجل اطلع برا، ممكن هذا شيء ممكن. كنت اقول انه هي الجامعه قاعده تخرج، هي الجامعه احنا قاعدين نخرج ناس، باسل، هي الجامعه السعوديه ترى ناس متميزين. الجامعه هي مرحله مختلفه عن الثانويه، بقول شيء، فبالتالي يلاحظ التباين. حلو، لا
لكن احنا عندنا كم جامعه؟ 27 ولا 37؟ كم جامعه؟ اكثر من 30 احيانا بس. يعني جامعات يعني مخرجاتها يفترض انها تغير من وجه المملكه العربيه السعوديه. مفروض هذا الهدف. هذا الامل. الكلام هذا انا ما اقدر اتكلم فيه لاني غير متخصص. حلو، غير متخصص، لكن انا قاعد احكي لك عن تجربه. انا اؤمن بمبدا التخصص، اؤمن بمبدا ان الشخص لازم يكون متخصص. انا أتكلم. انا حابك يا باشا، رحم الله من يعرف قدر نفسه. هذا اكثر والله. والله يعني انا كل اللي اقوله من حب للوطن هذا ورغبه مني، لانه لو نتكلم عن رؤيه 2030 الشباب الحين بيتخرجون من الجامعات بيكونون قاده في تحقيقها. حلو. تمام، فوقفه ان نحقق يعني رفع مستوى الجامعات وانها تحقق اهدافها المأموله شيء رئيسي، شيء رئيسي وزاره التعليم الان. انا اتمنى ان وزاره التعليم في خطه انها تحسنه، لكن اللي اتمنى اشوفه من الجامعات، اتمنى اشوف يا اخي تشجيع. يعني احنا نتوقع، احنا نتوقع ايه؟ من وزاره التعليم الان انها تسير في خطى صحيحة. يعني الوزن عملية التوحيد ما بين التعليم العالي والتعليم العام وإضافة التعليم الفني الآن إلى التعليم بشكل أو بآخر لو ضمني، مو بس هو جدا رائع لسوق العمل وقياس بالفعل. احتياج سوق العمل وخلق أسواق جديدة، وليس أنه والله إحنا نخلق موظفين لسوق العمل، لا، نريد سوق عمل جديد، نريد ابتكار جديد. وعلى فكرة في نقطة صح ذكرتها ضروري تنقال. للأسف ما عندنا تنسيق بين الحكومة أو القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة مع وزارة التعليم. الآن ليه تدرس يا أخي 100,000 تسويق، 100,000 مثلاً كمثال، 10,000 طالب تسويق، والسوق ما يحتاج إلا 3,000. يا سلام، هذه بعد مشكلة. يا سلام، أنا أدرس لي اللي السوق يحتاجه. روح شوف الشركات كثير. إيه؟ روح شوف الشركات. لا، في مشكلة أكبر. كم يحتاجون؟ في مشكلة أكبر. مشكلة إنه 80% إلى 90% من طلاب الجامعات يدرسون في تخصصات ما يدري ليه اختار ذا التخصص. صحيح. مو بس كذا، في نقطه عبد الله مهمه، تقليل المتخصصات برضه مشكله. لما اقول انا تخصصت الاداري والله هذه ماش ما صارت مره، ولا تخصص الفلاني ما هم مره، لازم يا هندسه يا طب. هذه مصيبه. اعتقد بان نزلنا الى الى مرحله الثقافه المجتمعيه. اعتقد بان بننتقل الى الداخل الان. جميل الشباب، ننتقل مشاهدينا الكرام، ننتقل الى بعض الصور من داخل القاعه اعتقد، واعود اليكم. شكرا لك زميلي عبد الله، شكرا لك زميلي عبد الله. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي قناة الإخبارية في هذا النقل المباشر وفي هذه التغطية الحصرية هنا، حيث لا يتسع المكان إلا للشباب، هنا حيث الإبداع والريادة، هنا أكثر من 65 دولة يمثلها متحدثوها من مختلف قارات العالم، هنا أيضا يحضر الشباب بكل يعني ابتكاراتهم وبكل إبداعاتهم. من أهم الجلسات التي عقدت هذا اليوم كان هناك جلسة تحدثت عن شباب المملكة وعن مدى الإبداع وعن مدى الإبداع الذي يتمتعون به وعن الابتكار. أيضا كان هناك جلسة تحدثت عن الابتكار وريادة الأعمال بالعصر الرقمي وكيف يمكن للشباب أن يحولوا من هذه الابتكارات وأن يجعلوها تتواكب مع العصر الرقمي. كان هناك أيضا إحدى الجلسات التي تحدثت عن مواكبة اللحظة، وهو حديث حول كيف توقع التوجهات للمستقبل، كيف يجعل الشباب من هذه الابتكارات ومن هذه الأشياء التي يمتلكونها موهبة حقيقية، كيف يصنعون من هذا الابتكار ومن هذا الإبداع موهبة حقيقية. تحدثت أيضا إحدى الجلسات عن
أو كانت تحمل عفواً عنوان انتبه لأسلوبك، وهو الحديث عن الابتكار من المنظور السلوكي وكيف يجب ربط عملية السلوك بعملية الأسلوب أيضاً، حتى يستطيع صاحب كل ابتكار وصاحب كل إبداع أن يسوقه بسلوك أيضاً ربما ينقله من المحلية إلى العالمية. فيما يخص ورش العمل أيضا، هناك العديد من ورش العمل التي يديرها متحدثون من مختلف قارات العالم، من أمريكا ومن آسيا ومن أوروبا ومن كوريا أيضا، لعل بيل جيتس أيضا كان على رأس المتحدثين في تلك الورش. تحدثت إحدى الورش وحملت عنوان استثمارات الهوايات بالأعمال التجارية، للحديث حول كيف يستطيع كل صاحب هواية أن ينقلها إلى عمل حر يستطيع أن يجني منه مالا ويستطيع أن يكون فعلا مشروعا يعني يحاكي المستقبل. تحدثت أيضا إحدى ورش العمل عن كيفية الوصول لنظام ريادة الأعمال. ربما كثير من شبابنا وشاباتنا اليوم الذين لديهم الكثير من المشاريع أيضا لا يحسنون إدارتها، لا يحسنون الوصول بها إلى ريادة الأعمال حتى تنافس كثير من الأعمال حول العالم. تحدثت أيضا إحدى الورش عن كيف يستطيع أيضا الشباب أن يحولوا من نقاط الفشل أحيانا التي قد تمر بهم أثناء عملهم إلى نقاط قوة وإلى نقاط نجاح. يتحدث الكثير أيضا من المتحدثين اليوم القادمين إلى داخل المملكة عن انبهارهم بإبداعات الشباب وبابتكارات الشباب وشابات هذا الوطن التي ربما لم تطرق أسماعهم من قبل، وهم يسمعون عنها للمرة الأولى. في الحقيقة أن منتدى مسك العالمي الذي يحمل اليوم الكثير من التفاصيل والكثير من العناوين يمتد على مدى يومين، ها نحن على وشك انتهاء اليوم الأول وعلى وشك أيضا نهاية جلسات اليوم الأول، على أن يبدأ أيضا الحديث غدا من ساعات مبكرة أيضا حول استكمال ورش العمل واستكمال الجلسات. غدا سيتحدث أيضا الكثير من المتحدثين من العيار الثقيل يعني إن صح التعبير. لا زلنا هنا في أجواء مسك ولا زالت الورش تتواصل ولا زالت أيضا كثير من الأعمال تعقد، الكثير من المبادرات التي وقعتها أيضا كثير من جهات القطاع الخاص هي تحمل أيضا في طياتها العديد من التفاصيل التي ربما الشباب بأمس الحاجة إليها. أن يوجد هنا أيضا متحدثين من مختلف دول العالم حتى يتعلم أيضا منهم الكثير من شبابنا كيفية تمازج مثل هذه الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية تساهم في صناعة التنمية وفي دفع عجلة التنمية الاقتصادية أيضا إلى الأمام. تقريبا سنواصل حديثنا معكم، لكن عودة إلى الزميل عبد الله لاستكمال حديثه ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا، ترى نفسه. مشاهدينا الكرام مجددا مرحبا بكم، شكرا للزميل منصور الأمير وعذرا الصوت هنا عالي ولكن هذا الصوت نحتاجه من زمان. معي الآن خلود عطار وخالد العثمان، بداية مرحبا بكما. أهلا وسهلا. خلود مشاركتك هنا، ترى ماني سمعتك أبدا. مشاركتك هنا وش الموضوع؟ طيب أنا مشاركة كخلود عطار صاحبة مجلة ديزاين. حلو. إحنا دائما بنهتم بكل المبدعين والمصممين اللي بيسووا مشاريع تقدر تساعد في رؤية 2030. جميل. ومسك كانت من أول المؤسسات اللي ظهرت أنه هي بداية الطريق لدعم الشباب أنهم يحققوا الرؤية وتحقيق لتحسين المجتمع. جميل. خالد. أنا هنا خالد العثمان طالب، وأنا جاي هنا أشوف فيه طالب في الثانوي، فأنا مقبل على مرحلة تقديم جامعات، ففي جامعات كثيرة هنا رائدة موجودة في المؤتمر، أنه طبعاً من مسك سوت برنامج حيث أننا نقدر نقابل هذول الطلاب وناخذ نصايحهم وكيف نقدر أحسن طرق للتقديم، وهل كيف فيها نصائح أو أي خطأ أن تتبعها تقدر تفيدنا في تقديم أفضل الجامعات. جميل. طبعاً خالد أسألك، طالما تحدثت عن هذه الجزئية تحديداً، أعتقد بأنه مسألة التوجيه والاستشارة والنصح، إيه؟ أعتقد بأنها شيء هام جداً
لم نحظى به من قبل نحن. إيه؟ يعني أنه راحت علينا خلود، ما أدري راحت، لا لسه خلود ما راحت علينا، أنا راحت علي. إيه؟ بس أعتقد أنها تختصر مسافة حياة. هي تختصر مسافة حياة، وهذه مسك مو بأول مرة تسويها، عشان مسك من قبل أصلا دائما تحاول توجه كل أنواع فئات الشباب، خاصة من خاصة شباب الثانوي. يعني مثلا أنا من قبل مو بأول مرة أطلع من مسك، مسك ودتني برا وقدمت مسك في أماكن كثيرة. جميل. فأنا اليوم قدمت على هذه الدعوة عشان خصيصا أن ألقى الاستشارة اللي تقدمها مسك وتقدمها الجمعية الخيرية اللي تقدر تفيدني المستقبل. جميل. خلود، يعني مسك تتناغم مع الرؤية، القيادات شابة، لحظة، القيادات شابة، تعتقدين فعلا بأنه أنت داخلة في مجال فني، الفنون لم تكن حاضرة بذلك الشكل وهي الآن جزء من التركيبة بشكل عام، تعتقدي بأنه الرؤية بتفتح لنا أسواق جديدة؟ أكبر دليل أنه الرؤية تتناسب مع التصميم والفن هي إنشاء هيئة الترفيه ودعم الفنون عن طريق هيئة الترفيه. جميل. أنا أصلاً قبل مسك كان في مركز الملك سلمان أعطانا الفرصة أن احنا رحنا ودونا عند شركة فيسبوك، شركة جوجل وكذا، فيعني أعطونا الفرصة حتى نتعلم من الخبرات العالمية، مما ساعد أن احنا نقدر نكبر الأشياء هذه هنا. طبعاً يعني احنا كنا بنستنى الضوء الأخضر أنه احنا نقدر نبدأ نسوي المشاريع الإبداعية اللي ممكن تضم الشباب كلها في إنشاء المجتمع يقتبس الفن ويعني يظهر المواهب اللي فيه. جميل. الفنون تحديدا لا خارطة لها، الفنون متنقلة متحركة، هي جسر أصلا، جسر نقل الثقافات من مكان إلى آخر. إلى أي مدى نحن منفتحين على الآخر، والآخر إلى أي مدى قد نكون له نحن ملهمين؟ أنا كنت قريب في دبي، في منشئين حي دبي للتصميم، وكانوا عاملين في بحث عن طريق دولايت، شركة دولايت بتبين كيف أنه ممكن يكون تخصص التصميم صناعة جديدة للدولة، وأنها ممكن تجيب دخل للدولة. فأنا أتوقع أنه إحنا في السعودية وعن طريق مسك، مؤسسة مسك، ممكن يتبنوا التصميم كنوع من أنواع الدخل اللي ممكن يكون دخل للدولة الزائد. إيه، لكن هنا في يعني مؤسسات التي من المفترض أن تتبنى هذا الموضوع يجب أن يكون لديها رؤية واضحة كاملة كيف يصبح التصميم مصدر دخل أو مورد دخل، على افتراض بأن الرؤية أصلا ذاهبة إلى إيجاد أكثر من مورد غير النفط. يعني نحن نتكلم عن عصر الزراعة انتهى، وعصر الصناعة والاتصالات يعني يكاد أن أخذ حقه وذهب، والآن نحن في عصر التقنية والعالم مقبل على الاقتصاد الذكي الذي يقوم على الأفراد، على الأشخاص. كانت كلمة أحد المتحدثين اليوم في المنتدى الأستاذ جون شيمبرز من سيسكو، كان بيتكلم إنه حتى في أمريكا ما عندهم نظرة للديجيتال أو المستقبل التقني، وإحنا هنا سبقناهم في السعودية، إحنا سبقنا، وفي عن طريق مؤسسة مسك وعن طريق الرؤية توضع خطة إنه كيف يتبنوا الشباب ويخلوا الشباب هم يعني دخل وموارد مورد جديد للمجتمع. ايش رايك سبقناهم انه ان كل تقنياتنا مستورده اصلا، وكل تقنياتنا مستورده، لكن اهم شيء ان احنا منا بثابتين. وش اقصد؟ ان في تطور. نعم صح. هذا التطور الحمد لله مسرع، يعني تطور مو سهل، يعني زي ما شفنا اليوم شفنا يعني ناس مو بعادين، خاصه في اللقاء الاول حق مسك المخترعين، وكيف انهم يحاولون الرفع. يمكن احنا اكثر اشياء انا مستورده اليوم، لكن يمكن أكثر شيء أنا اليوم مستوردة، لكن إن شاء الله في الغد يكون نصنع وننتج حالنا. طيب جميل. أتوقع الجيل الجديد كمان نظرته تغيرت عن الاستيراد، ما صار يحب أو يعني ما ينظر إنه للاستيراد كشيء إيجابي، بالعكس يتمنى إنه هو يكون منتج، والدليل على ذلك صدور كثير. من تخصص كنت يا خلود؟ أنا فيجوال كوميونيكيشن، أو اللي هو المرئي أو التاج المرئي. نعم. بس أنا تخصصي زائد القراءة، زائد إن أنا درست كثير من الجامعات الخارجية وفي السعودية، يعني خلاني إنه أؤمن إن إحنا في إبداعات ممكن نحتاج نظهرها. هذه المؤثرات خلقت منك رئيسة تحرير مجلة.
مؤمنة بأنك مستمرة وهذا مجالك الآن؟ إحنا دحين بنطور المجلة، ما نبغى بس تكون إنه هي مطبوعة، لأنه يعني هذا تواكب مع التقنية. إنه إحنا مو بس نبغاها مطبوعة، بنخلق دحين أبليكيشن يعطي مجال لكل المبدعين والأفكار التقنية إن هم يقدروا يحطوها في الأونلاين وتصير تشوف النور يعني. جميل. خالد سمع. يعني كان الضيفين قبلكما الكريمين كنا نتحدث عن الجامعة وأهمية اختيار التخصص، وقلنا بأنه نسبة كبيرة من الموجودين في الجامعات في تخصصات لا علاقة لهم بها، يعني لا انتماء ولا شيء، ولكن أنا دخلت لأنه هذا الممكن، فبالتالي أنا راح أتوظف والخدمة المدنية تبي مني شهادة جامعية عشان تعطيني الراتب الفلاني ضمن سلم القصة هذه الكاملة. وين بتروح؟ أنا إن شاء الله مهندس. حلو. هندسة كهربائية بالذات. ما شاء الله. وبقدم على الجامعات اللي أقدر عليها نشوف، وخاصة جامعات برا. وأنا اخترت هندسة كهربائية مو بعبث. جميل. أنا الحمد لله على الزمن جت في ورش زي هذه أو أصغر شوي، لأن يعني أقدر أشوف وش الشيء اللي يناسبني وين مهاراتي تنتمي. ليه اخترت كهربائية؟ ليه اخترت كهربائية؟ أنا قد اشتغلت، خاصة أنه إحنا الحين نتكلم عن بدائل الطاقة ونتكلم عن الطاقة المتجددة، نتكلم عن أشكال كثيرة، الكهرباء لن تنفك ولن تنعزل، لكن ليه اخترت الكهرباء؟ أوكي. أول شيء صح، الطاقة ما راح نخلصها، لكن أنا أرى نفسي أبدع في مجال الكهرباء. جميل. وهذا المجال اللي أقدر أنمي مهاراتي فيه وأحسن، عشان ما أطيح في المدى التوامة، المداها والتوامة هذه اللي الناس ما تعرف مش قاعد تشتغل، الناس اللي ما تحب عملها. أنا إن شاء الله يوم من الأيام طموحي إني أشتغل في عمل أحبه. جميل. نهاية اليوم رائع. ما أبي أكون إنسان رائع. إني اخترت تخصص ما أبي. طيب ليه فضلت الجامعة الأجنبية عن الجامعة السعودية أو الكليات التقنية عندنا؟ أول شيء الجامعات السعودية ما فيها أي ضعف، ما فيها أي عيب. أي طيب. نعم، لكن أنا فضلت الجامعات اللي برا لأنها قد تكون متقدمة أكثر وفرصة لكسب معارف أخرى، مثل اللغة، مثل الثقافات، مثل اللغة تقدر تحصلها حتى في السعودية، لكن كمية العلم اللي تقدره والخبرة الناتجة من بعض الجامعات الخارجية تقدر تحصلها أكثر، متوفرة أكثر زي الجامعات العالمية. جميل. أي. جميل. طبعا أنا العكس، أنا جاتني فرصة أنه أنا أدرس جامعة برا بس رفضت، لانه انا كنت ابغى اثبت انه الواحد ممكن يتخرج من الجامعه هنا، مو شرط ان الواحد يتخرج من الجامعه هنا يعني الفرصه محدوده او انه ما حيكون بخبره زي الخبرات العالميه، بالعكس ممكن الواحد يتخرج من هنا وينشئ شركته او فكرته. لا بس يمكن خالد على الصوره القديمه زمان لما يجي الواحد يقول انا متخرج من هارفارد ولا متخرج من اي جامعه، حلو، يكون له اولويه في التوظيف، يقول والله فلان هذا متخرج من برا. الآن أعتقد بأن الموضوع اختلف، غيرت وجهة نظرها في التوظيف، يعني ما صارت حتى بتدور على الشهادة قد ما بتدور على الأشخاص المبادرين اللي بيفكروا بطريقة مختلفة وبيوجدوا حلول تواكب المجتمع دحين. يعني أنا دحين كذا شركة أنا بزورها وبتعامل معاهم بيوظفوا ناس لسه في المدرسة أو لسه في الجامعة عشان عندهم إمكانات معينة في التكنولوجيا بالذات يعني، وفي السوشيال ميديا وكذا عندهم تطور أكثر من الناس اللي صار لها خبرة سنين في الشغل. جميل. خالد يعني مرحلة التعليم الجامعي مرحلة ومن ثم انتقال. أنا يعني أنت تقول بأنك اخترت الكهرباء، رائع جدا هذا التحديد. هذا التحديد، يعني كنا زمان نقول نبي ولدنا مهندس، مهندس وش ما ندري بس نبي مهندس أو دكتور أو طيار بعض الأحيان. الآن يعني بإذن الله سوف تذهب إلى تلك الجامعة في الداخل والخارج وتحصل على شهادة في الكهرباء تحديدا، ولكن بعدها أين ستذهب؟ بعدها إن شاء الله إذا حصل فرصة أني أكون معيد أو بروفيسور في جامعة معينة، لأن أني أشوف أنا عندي المهارات الكافية. يعني أنت تميل إلى التدريس، الهندسة النظرية الأكاديمية. أي أكاديمي. أنا أرى نفسي أكاديمي أكثر من عملي. جميل. فأنا ليه اخترت بالذات برا؟ عشان برا أخذ العلم اللي مو موجود هنا أو جميل. المصادر اللي مو موجودة هنا عشان أقدر أزرعها في جامعتنا اللي هنا وأجدر في الجامعة في السعودية إن شاء الله. رائع جدا. بالذات الطاقات المتجددة هتلاقي يعني. لا بس هو أحد التخصص يعني هو طالما يقوله بكهرباء فبالتالي يجب أن يبقى في الكهرباء لا يذهب إلى الطاقة المتجددة، ولو إنه يعني بس برضه الواحد يشوف إيش ال 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 إيش اللي حيحتاج الدولة، إيش هتحتاج.
بالعكس انه هذا هيساعدك ان انت تقدر تلاقي الوظائف بعد كده كمان. صح. عموما هو تخصص اللي اختاره لا ينفك عن اي تخصص اخر، هو مشترك مع جميع التخصصات الثانيه، كل شيء الى الان كهرباء، وحتى فيما يتعلق بالطاقه المتجدده وفيما يتعلق بالبدائل، نحن نتحدث عن بدائل النفط والكهرباء والوقود بشكل 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 خاص. خلود، ما حاولت تروحين وظيفه حكوميه؟ انا من يوم ما تخرجت وانا جدي اصلا عندي كنت بنيت شبكه عملاء في مجال التصميم، على نهايه السنه كنت بدات المجله، يعني كانت فكرتي انه الناس ما تحتاج، المجتمع ما يحتاج ناس تتوظف قد ما تحتاج انه احنا نطلع بالافكار اللي تقدر نجدد او نغير فيها المجتمع او تتوظف، ولكن مو بالنمطيه القديمه الوظيفه الحكوميه. ما هو غلط، بالعكس انا اشوف مرات ممكن يشجع رياده الاعمال وممكن يذمه في الوظيفه، الوظيفه ما هي غلط، بس اذا الواحد عنده فكره او عنده شيء ممكن فعلا ينفع فيها المجتمع يفضل يبدا. هي الوظيفه حاله متممه لشكل الانتاج بشكل عام في الدوله او في الوطن، ولكن اذا جعلنا كل الثقل على الوظيفه الحكوميه سينتج عندنا كائن انتاجي خلينا نقول اعرج او لا يستطيع ان يسير بطريقه سليمه، لانه الثقل كله عليه. القطاع الخاص يجب أن يعي هذه المسألة، وليس القطاع الخاص كشركات، نحن نعتبر كل فرد في المملكة قطاع خاص، قد يتحول من فرد إلى مؤسسة إلى شركة. هنالك أشخاص يتحدثون أنه لدينا موظفين يعملون معنا 100,000 و200,000 و300,000، وبالتالي نغير فقط من العقلية أني أعمل في المكان إلى عقلية أخرى يعمل معي في المكان. بالضبط، لانه مو شرط دحين الوظيفه انه الواحد يقعد ورا مكتب ويستنى يعني ايش المطلوب منه، دحين الواحد ممكن هو يخلق الوظيفه عن طريق ايجاد الحلول للشركات. يعني انا كذا احد يقدم في الشركه عندنا، ما انا اوظف اللي يجيني بحل للشركه او فكره للشركه، ما اوظف اللي يجي يقول انا هذه خبرتي. يعني هذا ممتاز بس احلى واحسن وافضل اللي يجي بالحلول او لا يوجد يساعد في تنميه المكان. بالضبط، وبالتالي يحقق ويكون اسد او اصل نوع من انواع الاصول عند الشركه، فالشركه تهتم انها تخليه مش مجرد يكون من احد من النقاط اللي الواحد يحب يحط بس نقاط في الشركه للسعوده، لا يبغى يكون نوع من انواع الناس اللي تكبر الشركه وتخليه منتج. جميل. خالد، لو كنت وزير التعليم، نعم، الثانويه تحديدا ايش المواد اللي راح تحذفها؟ اول شيء ما اعرف حذف اي ماده. حلو، لكن اشوف ايش المواد اللي راح تضيفها؟ طيب المواد الموجودة عندنا زينة، لكن أرى أنه يكون للطالب الحرية في اختيار المواد وتكثيفها، يعني مثلا اللي بيدخل طالب هندسة له حق أنه مثلا يكثف مادة الفيزياء والرياضيات والكيمياء. إيه بس يقول لك أنا ما أدري بتدخل هندسة ولا لا، يمكن ما يقبلونك الهندسة، فبالتالي خلنا أعطيك كل شيء. لا، هذا أنا قلت لو كنت أنا مكان وزير التعليم حطيت، لا أرى أني أحاول أحط مثل هذا الخيار اللي يقدر يساعد الطلاب يختارون يشبون تخصص ويختارون المواد اللي يحبونها ويكثفونها ويبعدون عن المواد اللي اصلا ما راح تفيدهم. جميل، يعني لماذا لا يكون هنالك سياق يمتد من الثانويه الى الجامعه؟ اعرف ان هؤلاء الطلاب سوف يكونون في هذه الاقسام في الجامعه الفلانيه حسب توجيع جغرافي او حسب اي، اعرف انه خالد اولى ثانوي يبي جامعه الملك سعود قسم الهندسه في اليوم التالي، فبالتالي اهيئ خالد لذلك المقعد، اهيئ الجامعه لتلك الوظيفه، يعني السياق الواحد او الدائره الواحده. هو مو على كلمة نصنع سيارة، هو أول شيء هذا الإنسان يبغى يصير مهندس، طيب أنا أبي أعده بما كل ما أقدر، كان في مرحلة الثانوي هل يبغى يروح جامعة، هل يبي يدرس؟ إيه بس أنت خالد تعرف إيش المشكلة سم. لما قبل شوي خلود تقول كل العالم يبغى يصيرون مهندسين أو طيارين أو أطباء، القضية ليست شغف ولا هواية بس ثقافة مجتمعية علشان يقولون عن ولدي مهندس او حاجه زي كذا. طبعا الحين في فنلندا شالوا يعني حذفوا المواد، يعني اسماء المواد، ما صار في تخصص في المواد، بيدرسوا كل المعلومات او ثقافه عامه، وانا اتوقع بالعكس هذا الشيء في اي دوله؟ في فنلندا. نعم. اتوقع هذا الشيء بالعكس احسن، لانه احنا كان زمان ما كان في شيء اسمه تخصص، كان الواحد ممكن يتعلم مجالات مختلفه وكان هذا الشيء بيفيده في اي مجال يتخصص فيه بعد كده. بالعكس انا اتوقع التخصص الزايد يضر الواحد اكثر من انه هو يفيده، لانه كل ما كان الواحد معلوماته اوسع او اشمل ممكن تفيده في التخصص اللي هو فيه. جميل، اعتقد فنلندا يعني اخذت شكل اخر من التعليم، تحديدا فنلندا تعتبر من رواد التعليم او الحركه التعليميه او النتائج التعليميه المتوقعه. مساله فتح التخصص، يعني هنالك ممارسات كثيره، تقنيات كثيره تم
تطبيقها في فنلندا. سئلت الوزيرة ما يعني ما سر ذلك التميز، فقالت الغينا الواجب المنزلي، وكانت هذه الفلسفة عجيبة جدا، حتى بعضهم ذهب للبحث في الواجب المنزلي الذي أنهك طلابنا ومعلمينا، فوجدوا أنه نوع من أنواع العقاب. في يوم من الأيام كان هنالك عقاب اسمه واجب منزلي حتى لا يتمتع ذلك الطالب بأجواء المنزلية. تتوقع هذا المنتدى السنة الجاية ايش راح يقدم؟ أنا أتوقع إن شاء الله بيكون أحسن من السنة هذه. جميل. طبعاً زي ما شفنا إن جاب متحدثين كبار، أتوقع إن شاء الله السنة الجاية بيكون في متحدثين أكبر، وإن شاء الله بيكون أشمل وأكبر أكثر دعوات، بحيث الناس تقدر تكون معارف أحسن وعلاقات أحسن، وبحيث أن تجمع الشركات مع بعضها والمؤسسات مع بعضها لبناء السعودية. جميل. خلود، وقفتي على منصة وتحدثت إلى الآخرين كملهم؟ وقفتي على منصة وتحدثت إلى الآخرين كإلهام؟ كثير. أيوة. جميل. مبادرات منك أو من مؤسسات؟ من أشياء كثير، منها كانت المسك لسه، يعني أتمنى أنه أنا أوقف في منصة المسك، أنا اليوم طلبوا مني كتطوع أنه أطلع على المسرح وأتكلم، وأتمنى السنة الجاية يكون في انضمام أو شمولية أكثر للمؤثرين والناس الملهمة من السعودية. أحد من أولئك الذين ألهمتيهم أخذ بالإلهام ونفذوا على أرض الواقع؟ إحنا في الشركة عندنا بنخصص أسبوعياً 4 ساعات للأفكار الجديدة أو الناس اللي عندها مشروع جديد. من داخل الشركة ومن خارجها ومن داخل الشركة بس؟ من يعني بيجوني ناس من المرات من عسير يجوا يسافروا عشان يجوا أقعد معاهم، وأنا هذا الشيء بالعكس أتمنى أن أي أحد عنده فكرة أو مشروع أو محتاج بس استشارة، إحنا مكاتبنا مفتوحة، نقدر ندي استشارات الأشياء هذه، وبالعكس يعني أتوقع هذا الشيء اللي إحنا نحتاج ننميه أكثر، إنه إحنا نتعاون أكثر من إحنا يكون في تنافس أكثر بيننا. القادة الشباب معا، شعار منتدى مسك العالمي في دورته الأولى. أنا سعيد جدا بالجلوس إليكم ونأمل منكم الكثير بإذن الله. شكرا لخلود عطار، شكرا خالد العثمان. مشاهدينا الكرام، أشكركم أنتم، ولعل أن تكون هذه الحلقة امتدادا لمشوار هذا المنتدى كإلهام لمن أراد أن يكون منتجا فاعلا في هذا الوطن. شكرا.